6 نيسان زينب هو اليوم العالمي للتوحد، وكنا ضمن فقراتنا السابقه سلطنا الضوء عن هذا اليوم وعن هيدا الفئه الخاصه من الاطفال يلي لها حيز كثير مهم ضمن مشوارنا الصباحي. اليوم رح نحكي اكثر عن احتماليه تاثر طفل التوحد بفيروس كورونا ونقله اكثر من غيره، كونه الطفل بينقل العدوى بشكل سريع ولكن بكون مناعته هي اقوى حسب الدراسات. شو التأثيرات اللي من الممكن انه تحدث بانقطاع الاطفال عن مراكزهم التخصصية اطفال التوحد؟ شو الخطة او خطة العمل ضمن المنزل؟ اسئلة رح تجاوب عليها الاخصائية في صعوبات التعلم ميسم الحصرية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا. صباح خير وعافية. اسمحوا لي من هون اللون، عن جد انا كثير اشتقت لاطفالنا، اشتقت لصباحهم، لدوشتهم، لكل شيء بخصهم. ان شاء الله يا رب بنشوفهم بخير وما بتكون الفتره طويله يا رب. اكيد يا ميسم، صباح الصحه خلينا نقول والعافيه. يعني مثل ما حكيت سالي بالمقدمه انه يمكن الطفل وخاصه اللي عم بيعاني من اعراض التوحد معرض اكثر من غيره للعدوى بسبب نقص المناعه، ويمكن هذا الشيء كمان عم بيأثر على نفسيته يمكن الحظر بالمنزل. خلينا اول شيء نحكي شو السبب انه هو معرض اكثر من غيره بالتقاط الفيروس. هلا هذا الشيء كثير مهم. نحن بنقول انه او مثل ما هو متعارف انه طفل التوحد هو عنده نقص مناعه. هلا كثير اجانا تساؤلات قبل ما يصير الحظر انه انتم ليش عطلتوا، شو السبب انه انتم فجاه انقطعوا الاولاد عن المركز، شو ممكن؟ فقلنا لهم نحن صحتهم اهم من كل شيء. نحن بنعرف انه هدول الاطفال ممكن يختلجوا، في عنا يعني في عنا السمات العامه لهم ممكن تكون قابله لنقل العدوى اكثر من غيرهم. انه ما فيك تضبطي هذا الطفل انه لا تمد ايدك على رفيقك، قد ما بعتيهم بدهم يضلوا عم بيحاولوا مثلا يحطوا ايديهم على الطاولات فكتير كانت مشكلة بالنسبة لنا انه نحن شو ما عملنا، يعني ما فيك تقولي له انه مثلا حط الكف. هذا الشيء اللي كنا نحن لازم على الاقل قلنا انه نكون مهيئين له، لنعمل ورشات تدريبية للاهل ليقدروا يتعاملوا مع طفلهم بهذا الموضوع. لهيك نحن كنا حاطين خطة طوارئ انه بحال نحن وقف دوام الطفل بالمركز فنحن بنتبعه، وبالفعل يمكن هلا بنحكي عنا بالتفصيل انه نحن فعلا اتبعناها. هلا ليش مناعتهم اقل؟ لانه هن عندهم الجهاز الهضمي كثير ضعيف وعندهم الجهاز العصبي كثير ناقل سريع. صحيح. يعني في علاقه عكسيه. ففعلا كان الحل الامثل انه نحن نوقف دوام، انه نحاول نستخدم خطة الطوارئ اللي نحن كنا حاطينها بالمركز. حلو كثير. يعني دائما الخطط الطوارئ سواء بمجالكم او بمجالات ثانيه هي مثل عمليه انقاذ، يعني وهي نظره لقدام. اكيد يعني يمكن متعودين على الاطفال، متعودين على حركاتهم، على قصصهم، يمكن بتفهموهم اكثر من بيوتهم. يمكن هلا الاهالي عم يواجهوا شويه صعوبات، عم يعانوا. قد عم تجيكي ميسم اتصالات انه شو نعمل بهيدا الحاله؟ شو في كيف فينا يعني غير الخطة الموضوعة في استشارات أيضا بين الأم وبين الأم الثانية؟ يعني صحيح كانت خطة الطوارئ هي كتير متعلقة، ولهيك نحن التليفون أو الموبايل هو الوسيلة الوحيدة للتواصل. هلا نحن عن طريقكم من ناشد أو من نادي إنه يصير في تسهيلات أو تسيير أمور ل كيف مشان تفضلي تطرحيهم. تمام. تسهيل الامور بانه نحن مثلا انا اليوم كثير واجهت صعوبه لطلعت من جرمانه لقدرت اجي. نحن ممنوع نطلع من جرمانه. احيانا بيكون في طفل بالشام بيتعرض لاختلاج، هذا الاختلاج ما فيهم بحاله الاختلاج بوقت اللي بتصير كثير صعب ينتقل الطفل على المستشفى، يعني كثير صعب. او مثلا طفل ضاج فبصير ممكن يضرب نفسه، يأذي نفسه، يأذي الآخرين، فأنا ما عاد فيني يروح لعنده. هو كاستجابة لإلي بتكون أسرع من استجابته لوالدته. فقد ما كان تفاعلي معه على الفيديو إنه هدي تطلع فيني تواصل معي، فما رح تكون قوية بنفس القوة اللي نحن بنتواصل معها بشكل
مباشر. فالتسهيلات بدها تكون بس على الاقل بتسيير امورنا لنوصل لهدول الاطفال يعني حتى لو كان باوقات الحجر، يعني حتى لو كنا نحن من من الصبح للساعه 6 نحن ما عندنا مشكله. بالنهايه نحن بنخاف عليهم مثل اهلهم ويمكن مثل اولادنا واكثر، ما رح يعني اصلا اذا حدا شاكك 1% انه ممكن انا كان عندي فتره حضانه او فانا ابدا ما بضحي بهذا الطفل. فكانت خطة الطوارئ بتقول انه انا بدي اشتغل على انه جيب الام مدربة على الخطط اللي عم نشتغلها مع الطفل. نحن مثل ما الكل بيعرف سواء بمركز ملائكة الجنة بدمشق او بمركز بيسام بالقامشلي او بمركز بيسام بعامودة، كنا مشتغلين على خطة بانه نحن نجيب الام وندربة على آلية تنفيذ الخطة الشهرية اللي بيشتغل فيها الطفل. يعني تصير في جلسة فردية بين المدربة والام والطفل بناء على الخطه، كل هدف كيف هي تدربه. فعلا في يعني في اولياء امور كانوا متساعدين معنا يجوا، في اولياء امور هلا طلعت عندهم النتائج انه هلا ما عاد في بايدنا حيله. على طول بقول ما كنت بتمنى عن جد نوصل لمرحله انه نستخدم شيء اسمه حاله طوارئ عندنا بالمركز. صحيح. ويوم اللي حطيتها هيك يعني هيك، يعني انه لعل وعسى ولد سافر، لعل وعسى ولد مرض، لعل وعسى ولد مثلا لا سمح الله انكسرت ايده، بس ما توقعت انه نستخدمها بشكل جماعي. يعني اجت الشغله مفاجئه جدا للكل. فان شاء الله يا رب هيك نطلع منها بخير وسلامه جميعا. ان شاء الله يا ميسم. يعني خلينا نحكي شوي، اليوم الاطفال موجودين ببيوتهم ضمن الاجراءات للتصدي لفيروس كورونا، تعامل الاهل قلتي انه كان في خطه تدريب الاهل او الامهات، طيب هل الكل ملتزم؟ عم تجيك اتصالات انه مثلا صار معنا هي الحاله شو ممكن انه نتعامل معها؟ هي كمان يمكن مثل ما قلنا سلبيه انه ما عاد المركز عم يداوموا، صار لها ايجابيه انه الاهل صاروا يعرفوا اكثر يتعاملوا ممكن تقربوا من اولادهم. شو اكثر التساؤلات اللي عم تجي؟ هلا انا اكثر شيء بقول انه على طول بنقي انه او بدور على الشيء الايجابي بكل شيء يعني. فانا اعتبرت الشيء الايجابي بفيروس كورونا وبقول له شكرا يعني انه صارت الام عم بتدرب طفله على الهدف اللي نحن عم نشتغل عليه. قبل خلص كانت ضمنانه انه اليوم انا اجى ابني على المركز رح اكتب نكتب الوظيفه على السريع او بنحل التدريب الجاي وبكره ببعته بيرجعوا هن. فهلا صارت هي قدام وضع انه لا انا بدي اشتغل مع ابني. فعلى طول لما بيصير في عنا استجابه قويه لولي الامر بالبيت بنكون نحن تقريبا فتنا مرحله دمج. فاغلب الاهالي اللي كانوا عم يحكونا انه ابني صار يسمع لي كلمه بقول له جيب الكاسه بجيب الكاسه، بقول له خذ سكر الباب بسكر الباب، صار هذا استجابه. فهذا الشيء خلاني عن جد اقول انه قديش الرب كبير. ابي بعث لنا شيء ممكن مثلا يزعجنا، ممكن يحبطنا بمكان الاماكن، بس احيانا بيكون خير لنا. صحيح. فعلى طول بنادي انه خذوا الشيء الايجابي من كل شيء، اكيد رح يجي ايام احلى نشوف الاطفال على الاقل صار في عندهم استجابه لاهلهم. صحيح. اما بالنسبه لمساوئ فالمساوئ كانت تتعلق ب انه هذا الطفل ما عم نقدر مثلا نعلمه انه عقم ايديك، غسل ايديك كل شوي، ما هن عندهم رده فعل اتجاه المي والروائح كمان والروائح والمعطرات يعني. فكنا عم نشتغل مع الاهالي على خطه انه اعملي هيك، امسكي الطفل من ورا، حاولي تستخدمي النوع المعين، مثلا ما كثير رح يرغب ريحته، في الفيتول بداله مثلا ممكن انه ريحته احلى شوي. فكانت هي كلها عن طريق النت. ايه نحن تعبنا شوي بحيث انه التواصل مع الاهالي كان باوقات احيانا متاخره بالليل او كذا، ولكن نحن وصلنا نتائج انه الطفل تعلم يغسل مع اهله يعني او يعقم ايديه. تماما. يعني مثل ما بنعرف اطفال التوحد لهم وضع خاص بكل شيء، حتى بالاستجابه، حتى مثل ما ذكرتي ايضا بتاثيرهم لروائح المعقمات، كلنا عم نتاثر كيف هن يعني اختنقنا وايدينا بس مضطرين نحن نستخدمهم. يعني قديش ايضا هيك في صعوبه ايضا بالحجر، ولكن كيف فيها تتخطى هلا بالبيت الام شوي هذا الموضوع، كيف هي
تعمل شيء لهذا الطفل غير بقيه الاطفال. اوكي بقيه الاطفال ممكن مثلا يقعدوا يلعبوا على التاب، ممكن يقعدوا مع اخواتهم يمارسوا حياتهم الطبيعيه يلونوا، ولكن طفل التوحد بفتره الحجر شوي موضوع صعب عليه وعلى الام. كيف يعني فيها؟ هلأ طفل التوحد هو صعب، يمكن لأنه هي أول فترة بتقعد فيها الأم مع طفلة تماما لفترة طويلة، بس هو أبدا مو هيك. حاولوا تجيبوا المكعبات، حاولي تلعبي الألعاب اللي كانت موجودة بالمركز، حاولي تتواصلي أنت وياه، استغلي هاي الفترة لعيش طفلي. ليش طفلي بيحب مدربته أو بيستجيب لمدربته أكثر؟ لا، انا بشتغل معه على اساس انه هو يلا يصير في استجابه عندي لانه هي فرصه. فلا، ونحن اطفال التوحد كمان في عندهم شغلات بتكون ممكن بمكان من الاماكن هي مميزه بيحب يشتغلها، مثلا توصيل النقاط المستقيمه، توصيل خط منحني، يمسك القلم يلون. ولكن الفرق الوحيد بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده اضطراب بتكون وحدة، انه انا عطول بحاجة انه ماما تكون جنبي، اختي تكون جنبي، يعني لتمسك بايدي لتعطيني هذا الدافع او المعزز لاشتغل. اما الطفل الطبيعي ممكن لحاله. صح. فاستغلوا هاي الفرصة. انا بقول يعني بتوقع انا مني كأم كل واحد مننا عم بيوقف على كل الاكلة عم يعملها او عم نتسلى يمكن بالطبخات واكلات الحلو، فلا حاولي انك تتسلي مع ابنك او تعدي مع ابنك، لانه فعلا هي الفرصه انا بعتبرها انه هي فرصه ذهبيه لتصير استجابه كثير حلوه بين الام والطفل. صح. اكيد ميسم، يعني الاساس بالتعامل مع الاطفال هو المحبه، وخاصه مع اطفال التوحد. اليوم مثل ما قلتي يمكن فرصه لكثير من الاهالي حتى يقضوا وقت اكبر مع اولادهم، لكن الفكره يعني المشاع بالمجتمع انه طفل التوحد هو منعزل اساسا، فكيف يعني هلا الحجر المنزلي ممكن انه ما يحس بهي العزله والوحده؟ كيف ممكن انه بغير التدريبات اوقات مثلا تشاركوا الام او الاهل او الاخوه حتى فعلا يحس يطلع من هي العزله يعني المجتمعيه؟ كنا امبارح عم نبحث نحن وفريق العمل انه نحن اذا طالت اكثر، يعني بتعرفي نحن على طول بدنا نحط شيء لقدام. فكرتوا بفرق متطوعه؟ اذا اجى 16 شهر والمركز مسكر انه شو؟ فكنا عم نحط خطه طوارئ تكون يا رب يا رب ما نحتاجها، يعني ان شاء الله بانه نحن كل مدربه مع الاشراف التربوي اللي بخصها تحاول تنزل لعند الطفل بشكل يوم ايه يوم لا لمده ساعتين لتشتغل معه بالبيت. طبعا سواء بدها تشتغل معه شيء ترفيهي او بدها تشتغل معه شيء بخص التدريب العملي، هذا الشيء رح يكون كثير صعب. يعني اذا ما قدرنا نجيب موافقات سهله بانه نحن نقدر نتجول لاطفال البيوت، فبتوقع الامور كثير تكون صعبه. برجع بقول لك يعني بدنا نحاول، بدنا فينا نقول انه اذا ما بدنا نحن نشتغل معه شيء تدريب او تلوين او كذا، ممكن انا اعلمه الاهداف الاستقلاليه بالبيت، انه تعال نعمل سلطه انا وياك. يعني انا حدا من الاهالي اللي عاش هذا الجو، انا على طول بكرر انا عندي طفل كان عنده اضطراب معين فاشتغلت على هذا الشيء، انه يلا تعال نقطع سلطه، تعال نعمل بيتزا. هلا هو اغلب الاهالي بتفكر انه هو مو معي كونه هو ما بيتواصل بشكل جيد، ولكن هذا الطفل كثير بيعرف منيح انت شو عم تقولي له. صحيح. وكثير فهمان عليكي، هو ذكي لدرجه انه عنده ذكاء اجتماعي او عاطفي لدرجه انه هو بينفذ اللي بده اياه، وبالعلامه انه هو الشيء اللي بيعجبه بيلتفت عليكي والشيء اللي ما بيعجبه ممكن ما يعطيكي اي رده. صحيح. فعل. فمو بس بالتدريب، ممكن انا بالاهداف الاستقلاليه اللي ممكن اطبقها مع ابني بقلب البيت. 100%، مجرد هذا الاحساس هو لحاله الام بتقدر تتواصل مع طفلها بشكل سليم، مجرد ما انه تحس فيه وهو يحس فيها. يعني اليوم فقرتنا مهمه كثير، ان شاء الله يكونوا استفادوا منها جميع متابعينا. بدنا نشكرك ميسم حصري الام الثانيه، ان شاء الله يا رب مثل ما ذكرتي الامور بتتحسن ونتجاوز هيدا المرحلة طبعا بالوعي والإرادة، وإن شاء الله بترجعي لأطفالك. واسمحي لي أنا عن طريقكم أقول اعتبروا كل طفل من أطفالكم نعمة، وأي بلاء ممكن يجينا أنه هو نعمة، وحاولوا تستغلوا أي جانب إيجابي فيه.
ان شاء الله بشوفكم بألف خير. اكيد شكرا لك يا ميسم مع كل المعلومات والنصايح اللي اعطيتينا اياها، وتبقي بألف خير وصحه.